إنما جرى البارحة بالأحساء من هذا العدوان الغاشم والظلم العظيم، إنما هو من قلوب مريضة تريد إشعال فتنة بين الناس بطلب بعض البعض ويأبى الله ذلك. هذه فتنة وشر فعل وافتعل ما يريد به شر وسوء، ويريد به أن يفتح باب النزاع والطائفي ليقتل بعضنا بعضا ويلك بعضنا بعضا. هذا إرهاب عدواني ظالم غاشم لا خير فيه، يجب أن يعاقب فاعله عقوبة رادعة تؤخرهم تؤلمهم. فهذا الحادث لا شك أنه جريمة بشعة، وأنه عمل منكر واعتداء على أنفس معصومة وقتل بغير حق. هذا العمل عمل محرم في الشريعة الإسلامية. ما جرى في الأحساء من اعتداء على بعض المواطنين هو من الجرائم التي تندرج ضمن الفساد في الأرض، والفساد في الأرض بالتأكيد أن الذي فعل هذه الأعمال بعيد كل البعد عن مسألة الطائفية، هو يحقق مقاصد سياسية لزعزعة الأمن، يحقق مصالح وأجندات بعيدة لإصابة المسلمين في عقر دارهم وفي قبلتهم. الطائفية لا يمكن أن تنجح في أحسائنا الحبيبة، هذا الوطن لا يمكن أن ندفع عنه الشر إلا بالتكاتف والتعاضد. يعني نحن نستنكر حقيقة هذا الذي حصل، استنكار كبير، ولا أعتقد أن هذا يمثل هذا المجتمع، وكل من الأمور التي حصلت هذه دخيلة على مجتمعنا وكذلك على مجتمع الأحساء. نحن هنا الحمد لله متآلفين مترابطين بيننا تعاون كبير، ليس من هذا الوقت بل من وقت قديم من أيام الآباء والأجداد وآباء الأجداد أيضا، ولله الحمد والمنة. ولأول مرة يحصل مثل هذا الحدث الذي هز الوطن في الواقع، ونعتقد أن مثل هذه الأعمال يراد منها إحداث حالة من الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، سواء كان على صعيد فتنة طائفية أو ما إلى ذلك. لكن مجتمعنا ولله الحمد مجتمع واعي، مجتمع يتحرك في إطار شريعة الله وفي إطار ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذه الأحداث وإن تكررت وإن شاء الله لن تتكرر بحال من الأحوال، لن تفوت من عزيمتنا ومن وحدتنا ومن التزامنا بقيمنا ومبادئنا إن شاء الله.